معنى آية يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ لا تخلو آيات الله في القرآن الكريم من الحديث عن أحوال يوم القيامة حتى يفطن الناس إلى ذلك المشهد العظيم وما يترتب على الإنسان من حياة بعدها. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ويزيد اهتمام الكثير من المسلمين بالتعرف على معنى آية ندعو كل أناس بإمامهم وتفسيرات العلماء لها، إضافة إلى فوائد جليلة ترشد إليها. إن معنى آية يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي أن ذلك الموعد هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، وإمام كل قوم هو النبي الذي أرسل إليهم، فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم عليه السلام، وهاتوا متبعي يعقوب عليه السلام، وهاتوا متبعي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك من كل الأقوام وأنبيائهم. ومن ثم يبدأ بمناداة أهل الكفر والضلال، فيقال: هاتوا متبعي الشيطان والرؤساء الضالين. يصور الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم العظيم، وهو يوم القيامة، يوم اجتماع الخلائق للحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أن المرء يدعى يوم القيامة ليأخذ كتابه، فإن كان حسنا مد له في جسمه 60 ذراعا، وتلألأ وجهه بالنور، ووضع له على رأسه تاج من اللؤلؤ. وأما الكافر الذي لم يؤتمر بأوامر الله تعالى ولم ينتهي عن نواهيه، فيأخذ كتابه بشماله ويسود وجهه ويزداد في جسمه 60 ذراعا، ويجعل على رأسه تاج من النار. والله يحاسب كل أمة لإمامها يوم القيامة. واختلف المفسرون في تأويل الإمام في هذه الآية الكريمة، فذهب قتادة ومجاهد إلى أن معنى الإمام هو النبي الذي بعثه الله تعالى إلى تلك الأمة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في سورة يونس: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وأما ابن زيد فقد خالفهم في القول، وذهب إلى قول أن معنى الإمام في تلك الآية هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبي تلك الأمة فشرع فيه بين الناس. وأما ابن عباس فقد فسر قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الذين عملوه في الحياة الدنيا. وإلى ذلك ذهب كل من الحسن والضحاك وغيرهما. وذهب بعض أهل التأويل والتفسير أن المراد بقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي ندعو كل فئة من الناس أو كل قوم بمن يأتمون به أو بمن يتخذونه إماما لهم. وإمام أهل التقوى والإيمان هو أنبياؤهم الذين أرسلهم الله هادين لهم بإذنه. وأما إمام الكفرة فهم رؤساءهم الضالين الذين اتخذونهم أئمة لهم من دون أنبيائه. وذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى تفسير ابن كثير، وأيده في أن المقصود بالإمام هو كتاب أعمال ابن آدم.